بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، إليك هذا العمل، الله يفرح بك إذا قمت به. هل هذا معقول؟ الله يفرح بعبد ضعيف مخلوق لا يساوي شيئا. نعم أخي الحبيب، وهو عمل من أيسر الأعمال وأبسطها. انظر معي أولا لهذا الحديث النبوي العظيم الذي معظمنا يغفل عنه، وأنا أريدك أن تحفظ هذا الحديث وأن تتذكره كل يوم وكل لحظة. الحديث موجود في صحيح ابن حبان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم. إذن الله يفرح وله المثل الأعلى. طبعا الله غني عن عباده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبرك بأن الله قريب منك، أن الله يحبك. أنت عندما تحب ابنك تفرح إذا نجح، تفرح له إذا أنجز عملا جيدا. الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الضالة يجدها بأرض الفلا. تخيل، أخي الحبيب، رأينا هناك مقاطع فيديو مؤلمة جدا لأناس تاهوا في الصحراء وصوروا آخر لحظاتهم. صعب جدا، أصعب شيء أن تتوه في صحراء وتفقد الأمل وترى الموت بعينك. هذا إحساس صعب جدا جدا جدا، وبخاصة أن هناك دراسة علمية تقول إن الذي يضيع في صحراء يمشي في دوائر، يعني هو يلف حول نفسه، هو يظن نفسه أنه يسير بخط مستقيم، ولكن بالنتيجة يمشي عدة كيلومترات فتجده يرسم دائرة ولا يصل إلى الطريق الصحيح. سبحان الله. تخيل هذه الأرض الفلات، أي الصحراء الممتدة، لا ترى أي أثر للحياة، فقط ترى الرمال والأفق. تخيل أنك تهت في صحراء، انقطعت عنك الاتصالات، طبعا الضالة، هي المتاع الموجود على مثلا البهيمة. يعني مثلا تخيل أنك فقدت سيارتك فيها الماء والطعام والموبايل، وفيها طريقة تستطيع التوجه بها وتستطيع أن تتصل بأهلك. فجأة قطعت مسافة مشيا، تريد أن تصطاد، تريد أن تستمتع بالطبيعة، وفقدت هذه السيارة وأشرفت على الموت. تخيل فجأة أنك تجد هذه السيارة، ما ضل عنك وجدته، الذي فيه حياتك. كم كمية الفرح الذي تشعر به؟ يعني هذا الشخص الذي رأيناه يموت في صحراء ويوثق آخر لحظاته، تخيل أنه فجأة وجد من ينقذه، كم سيكون فرحا. هذا أعلى أنواع الفرح على فكرة. على الرغم من ذلك، الله أكثر وأشد فرحا بتوبة أحدكم من هذا الذي ضلت عنه راحلته وفجأة وجدها. سبحان الله. والله أيها الأحبة، هذا الحديث يشهد أنه نبي صادق. ما الذي أعلمه بأن أكثر مواقف الفرح عند الإنسان هو الموقف الذي يشرف فيه على الموت، وفجأة يأتي من ينقذه من هذا الموت بعد أن يأس تماما وأيقن أنه سيموت.
طيب معقول أن الله يفرح في بي أو بك؟ نعم أخي الحبيب، لأن الله أصلا لو لم يكن يحبك لما خلقك أصلا. الله يحبنا جميعا، يريد لك الخير، يريدك أن فقط أن تقترب منه. يعني انظر إلى رحمة الله، نحن نبتعد عن الله وننغمس في الدنيا والله ينادينا ويطلب منا التوبة. انظر معي إلى هذه الآية العظيمة التي تصور لنا حالة من يتوب إلى الله. الملائكة أنواع أيها الأحبة، من أعلى أنواع الملائكة حملة العرش، هؤلاء الذين يحملون عرش الرحمن، والله غني طبعا عنهم، ولكن الله جعل لكل شيء سبب. الذين يحملون العرش ومن حوله، هؤلاء من الملائكة العظام الكرام. ماذا يفعلون؟ انظر، في كل لحظة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذا كنت مؤمن بالله، لذلك النبي طلب منا أن نجدد إيماننا، والله قال لنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. انظر، يعني أن تجدد الإيمان لكي تستغفر لك ملائكة الرحمن حملة العرش. ماذا تقول هذه الملائكة؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. سبحان الله، يعني انظر الكرم الإلهي. بمجرد أن تقلع عن ذنب أنت أصلا انغمست به، قد ترتكب فاحشة ثم تتوب إلى الله، انغمست في الذنب، ولكن هداك الله أن هذا العمل خطأ ويجب أن تتوب إلى الله. بمجرد، انظر أخي الحبيب، بمجرد أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه صادقا من قلبك توبة صادقة، والله إنك تدخل ضمن هذه الآيات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، يعني لك. تخيل، بمجرد أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه بدأت ملائكة الرحمن حملة العرش بدأوا يستغفرون لك. ليس هذا فحسب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم، انظر، ليس فقط فرح من قبل الله في الدنيا ورحمة في الدنيا، بل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم بها. هم فقط لا، أيضا ومن صلح من أزواجهم، من آبائهم أولا، يبدأ بالأكبر والأعلى. إذن ومن صلح، يدعون لك أن تدخل الجنة، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب فقط لا، هناك المزيد. وقهم السيئات، يعني اجعل حاجزا بينهم وبين أن يخطئوا في المستقبل. وقهم السيئات، انظر التوبة. لذلك أنا أقول لك لا تيأس. لماذا التوبة مهمة؟ لأن الملائكة تدعو لك أن يقيك الله شر السيئات وشر الفاحشة وشر الأعمال هذه السيئة في المستقبل أيضا. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يعني انظر أخي الحبيب، والله الواحد يعجب. كل هذا فقط لأنك
تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، نعم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب ماذا تخسر إذا تبت إلى الله ولو 10 مرات باليوم؟ مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل تفطرت قدماه من القيام ومن الاستغفار، يتوب إلى الله ويستغفر الله أكثر من 100 مرة كل يوم، وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب يا أخي والله نحن اليوم الله أكرمنا بنعم كثيرة، ألا نتوب إلى الله؟ ألا نشكر الله؟ ماذا تخسر لو كل يوم قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ يعني كم ثانية؟ 5 ثواني؟ 6 ثواني مثلا؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 6 ثواني ضرب 100، 600 ثانية يعني 10 دقائق. 10 دقائق من أصل 24 ساعة كل يوم، فرغ 10 دقائق تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لتضمن استغفار حملة العرش لك ولآبائك ولزوجتك ولذريتك. يجب أن تتخيل أخي الحبيب، معظمنا لا يتخيل أهمية الذكر وماذا يحدث عندما أستغفر الله وأتوب إليه. معظمنا تعود أن يقوم بعمل ميكانيكي، يمسك بالمسبحة أو يعد على أصابعه استغفر الله وأتوب إليه استغفر، ودماغه يعمل في أشياء دنيوية. لا يا أخي، أنت يجب عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يجب أن تتخيل أن الله قريب منك وأن الله يرضى عنك كثيرا ورضي عنك ببركة هذا العمل. تتخيل أيضا، بل تستيقن أن حملة العرش الكرام العظام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء حملة العرش يستغفرون لك ويسألون الله لك التوبة والمغفرة وأن يقيك السيئات، أن يجنبك الأخطاء والفواحش والمعاصي في المستقبل ويوم القيامة، بل يسألون الله الجنة لك ولآبائك لزوجتك لأولادك لذريتك من بعدك. طيب يجب أن تضع في ذهنك هذا الأمر لتتذوق لذة التوبة، لذة الاستغفار كل يوم. فإذا ما تذكرت هذا المشهد ستجد لسانك ينطق باللا شعور، ستجد نفسك في كل لحظة تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تبت إلى الله، أتوب إلى الله، أستغفرك يا رب وأتوب إليك. ستجد متعة عظيمة جدا بهذا العمل البسيط، كما قلت لك 100 مرة تأخذ منك على أقصى تقدير 10 دقائق. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا من هؤلاء الذين رضي الله عنهم وفرح بهم وبتوبتهم، يجعلنا من الذين تستغفر لهم الملائكة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.